مشاهدينا الكرام، مع مقدمة الشوط ومع انطلاقة شوطنا 13 للأبكار المحليات الأصائل لسن الإذاعة، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، من تأتي بصدارة المقدمة. وبالمركز الأول هنا مياسة، مياسة تعود الملكية لسلطان بن حمود بن علي الإحافي، هي من تسيطر بمقدمة الشوط، ولكن التغيير يبدو على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. المركز الأول من غيرت في هذا الانطلاق هنا الغزيلة سعيد بن يعان بن قطام العامري. المركز الثالث أراد تقدم مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق الظبي مبخوت بن سالم بن زرب العامري مع المركز الثالث. رابع المراكز وصول مشاهدين الكرام هنا وتقدم من مهمة عوض بن سهيل بن محمد الشامسي مع المركز الرابع. الدور دور المركز الخامس وراء مشاهدينا الكرام الشايبة محمد بن مسلم بن سالم بن هيه العامري تنتقل مع خامس المراكز. المركز السادس تقدم ممتاز من الشامخة لمبارك بن محمد بن مبارك الخيلي، غيرت مع المركز الخامس. سادس المراكز وصول من الطيارة خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، من تأتي مشاهدينا الكرام لي مع المركز السادس في هذه اللحظات أو المركز السابع. أنتقل مباشرة مع المركز الثامن وراء القدوم مشاهدين الكرام والوصول من عزوة سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي. عزوة تغير مع المركز الثامن في هذه اللحظات. تاسع المراكز تقدم من الحذرة سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، من تأتي مع المركز الثامن في هذه اللحظات أو المركز التاسع. عاشر المراكز جبار أحمد بن حمد بن راشد المالكي، نداءنا الأول لهذا المسار أكملناه كاملا مكمل مع شوطنا 13 للأبكار المحليات الأصائل. نذهب مع المقدمة، نذهب مع المركز الأول من تسيطر الظبي، الظبي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. تعود الملكية للظبي مشاهدين الكرام لمبخوت بن سالم بن يزرب العامري، هي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. تنتقل منتقالة ممتازة مع صدارة الشوط، يا سلام. الظبي تعود الملكية مبخوت بن سالم بن يزرب العامري، وفي ثاني المراكز تليها مباشرة في هذا الانطلاق هنا الطيارة تعود الملكية لخليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي مع المركز الثاني. المركز الثالث أرى القدوم هنا من الغزيلة سعيد بن يعان بن قطام العامري مع المركز الثالث. رابع المراكز وصلت مشاهدينا الكرام هنا مياسة سلطان بن حمود بن علي الإحافي. المركز الخامس تقدم ممتاز في هذا المسار والانطلاق، يا سلام. هنا محمد بن مسلم بن سالم بن هيه العامري اللي هي الشايبة تنتقل انتقالة ممتازة مع المركز الخامس. المركز السادس وصول من الجانب الآخر وتغيير يبدو هنا مباشرة مع المركز الرابع، يا سلام. مهم عوض بن سهيل بن محمد الشامسي انتقل مباشرة مع المركز السابع وارى الشامخة مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي، من تأتي مع المركز السابع في هذا المسار. المركز الثامن، يا سلام، ثامن المراكز مشاهدين الكرام القدوم من عزوة سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي. والمركز التاسع وصلت مشاهدين الكرام، يا سلام، هنا تقدم ممتاز في هذا المسار الحذرة سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، من تأتي مع المركز التاسع. وفي عاشر المراكز أرى مشاهدين الكرام هنا جبار حميد بن حمد بن راشد المالكي، ندان الأول لهذا الانطلاق أكملنا كاملا مكمل. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. الظبي ما زالت تفرض الوجود بقيادة الشوط وبمقدمة المركز الأول، يا سلام. الظبي لمبخوت بن سالم بن زرب العامري على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، يا سلام، منذ الانطلاق وهي تسيطر مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. المركز الثاني وصول من مياسة تغير من مركز إلى مركز، سلطان بن حمود بن علي الحافي من تغير مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات من تصل وتغير أيضا إلى المركز الثالث مباشرة من الجانب الآخر، يا سلام. الكل بدأ ينطلق هنا قدوم ووصول مشاهدينا الكرام من الشامخة
مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي غيرت مع المركز الثاني، الطيارة من تلاحق مع المركز الرابع، تعود الملكية لخليفة بن عبد الله بالثاني النعيمي. المركز الخامس وصلت عجوة سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي، وصول وتقدم ممتاز هنا من تاتي الشايبة، محمد بن مسلم بن هيه العامري غيرت مع المركز السادس أو المركز الخامس في هذه اللحظات، التغيير المباشر من مهمة، عوض بن سهيل بن محمد الشامسي، الكل بدأ ينطلق، الكل بدأ يشكل كوكب رباعية مع مقدمة الانطلاق، مع المقدمة بالقيادة والصدارة هنا من الشامخة، مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي غيرت الأمور، انتزعت الصدارة، انتزعت المقدمة من الجانب الآخر. مشاهدين الكرام هنا بن هيه من ياتي مع المركز الثاني، الشايب محمد بن مسلم بن سالم بن هيه العامري وأيضا مياسة، بدأ اتصل سلطان بن حمود بن علي اليحافي، قدوم من الحذرة سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت يا سلام، وأيضا تقدم من الطيارة خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي. الانطلاق وين؟ الصدارة وين؟ الفوز لمن؟ مياسة محمد بن راشد بن سالم بن دغيش الاكتبي أول إذاعة لها، وحان موعد الرقص، حان موعد الرقص للإذاعة، غادر اللي بيغادر، روح اللي بيروح، يا سلام يا سلام. الشامخة، الشامخة مع المقدمة، مياسة أيضا، مياسة ومياسة، مياسة أخرى ترافق الشاهد الكرام الشامخة، وأيضا الطيارة وما تبى تقلع الطيارة، ومن الجانب الآخر الظبي، الظبي تبي حقوق المنهوب من قبل لحظات، الظبي مبخوت بن سالم بن يزرب العامري، كوكب سداسية مع مقدمة الشوط، اشتدت المعركة، اشتدت المنافسة، لمن الفوز؟ لمن الناموس؟ الظبي، الظبي، يا سلام يا سلام يا سلام، الحذرة وحذاري من الحذرة، الحذرة، الحذرة مشاهدينا الكرام، انتزعت المركز الأول، انتزعت الصدارة، ولكن عيني عليك يا الظبي يا سلام، الظبي، 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 ظبي الفلا، رمز الوفا مشاهدين الكرام، هي من تنال المركز الأول في هذه اللحظات وتغير الصدارة، غيرت الأمور، الظبي مشاهدين الكرام تعود الملكية لمبخوت بن سالم بن يزرب العامري، وايضا هنا الحذر والظبي، الظبي والحذر، ومن الجانب الاخر مياسه، وايضا وصلت مياسه اليحافي سلطان بن حمود بن علي اليحافي، ولكن بعود مع المقدمه، بعود مع الظبي، الظبي قادت المسيره منذ لحظات، وحتى مشاهدي الكرام هذه اللحظات واستعاضت حقها المنهوب، واعلنت مغادره الشوط، واعلنت الفوز، وهدت الناموس مالكها مبخوت بن سالم بن يزرب العامري. اسعد الله صباحك يا ابو سالم على هذا الاداء المميز الذي تقدم لنا الظبي. المركز الثاني مياسه، سلطان بن حمود بن علي اليحافي، المركز الثالث الحذره سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، المركز الرابع وصلت مياس محمد بن ابراهيم بن سالم بن دغيش الكتبي، المركز الخامس، المركز الخامس الطياره خليفه بن عبد الله بن ثاني النعيمي. هكذا كان التحدي والاثاره مشاهدينا الكرام، ولكن تابعتوا العرض المميز الذي قدمته الظبي. تهانينا والناموس لمبخوت بن سالم بن يزرب العامري، 9 دقائق 46 ثانية وفاء وتماما. تهانينا والناموس لمبخوت بن سالم بن يزرب العامري هذا الفوز والانتصار من حل الثانية، 9 دقائق 47 ثانية جزئين من الثاني مياسه سلطان بن حمود بن علي اليحافي. تهانينا والناموس على هذا الفوز من حل الثالثا، 9 دقائق 47 ثانية، 7 من الأجزاء مشاهدينا الكرام اللي هي الحذرة سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.